بسم الله الرحمن الرحيم. الآن في مقبرة صفي الدين، الشيخ صفي الدين والعظيم إسماعيل شاه الصفوي من أولياء الله العظام. طبعا وصلنا وقت متأخر لأن الطيارة ما طارت وصار ضباب، فاضطرينا بالسيارة وتعذبنا. يلا وصلنا إلى مقبرة الشيخ صفي الدين وإلى السيد العظيم. أيها ما شاء الله ثلوج، إذا وقعت شلون؟ بقعة الشيخ صفي الدين الأردبيلي، تقرونها يمكن؟ طبعا وصلت بصعوبة حقيقة، حبا بإسماعيل شاه الصفوي. ماكو مكتوب اسمه. إي بقعة الشيخ صفي الدين، لكن اسماعيل الصفوي اعتقد جوه هو مدفون نفس الحاله بنفس المقبره. نفس المقبره. اي لانه هو من احفاده. طبعا اسماعيل شاه الصفوي اللي ما يعرفه كان من اولياء الله الصالحين اللي استطاع ان يجعل ايران بعد ان كانت ناصبيه واصبحت الان شيعيه بفضل اسماعيل شاه الصفوي. فعلى الامه ان تعرف قيمه هذا الرجل العظيم الذي في عمره 15 سنه استطاع ان يغير مسار التاريخ في ايران ويبني إيران الحديثة. طبعا هذا المكان جاي بيه عمار، لكن شوف الثلوج جت حلوة. طبعا الدرجة أعتقد 1 تحت الصفر. هذا تمثال يمثل أعتقد إسماعيل شاه الصفوي، عمره 15 سنة وغير مسار التاريخ، يعني عاش مدة قليلة، عمره قصير لكن عطاء كبير. وكو ناس تعيش عمر كثير لكن بدون عطاء، يعني خدم الشيعة، خدم أهل البيت عليهم السلام، استطاع أن يطهر الأرض من دنس النواصب. اللهم صل على محمد. طبعا مغلق، كان دخلنا احنا زرنا القبور لكن مغلقة مع الأسف، لأن يعني هسه الساعة تقريبا أعتقد بالثنتين بالليل. لكن شنو نسوي، حاولنا نوصل بكل طريقة ما قدرنا، فاضطرينا نوصل بهذا الوقت المتأخر بالسيارة بعد ماكو طيارة لأنه كان اكو ضباب قوي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ولي الله يا إسماعيل شاه الصفوي، السلام عليك يا من أدخلت السرور على قلب صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا من طهرت الأرض من دنس النواصب وجعلت إيران شيعية موالية لأهل البيت عليهم السلام. طبعا هذا الثلج، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أعتقد الشمس عطال الأردبيلي شاعر عارف، هذا شاعر عارف معروف، هذا إلي نصب تمثال. الآخر أيضا شاعر عارف ميزة صادق الأردبيلي، اللهم صل على محمد وآل محمد. مع الأسف المقبرة مغلقة لأنه وقت متأخر، لكن ماذا نصنع؟ هذا اللي علينا. ها يا الله بردت. ماكو شيء بعد هناك. ها ما شاء الله، بس ما نقدر ندخل. يا علي مدد، هنيئا لك يا إسماعيل شاه الصفوي، والله حققت إنجاز عجزت عنه كبار الكذا، قتلت النواصب، ألف ناصب قتل بدم بارد حتى يطهر الأرض
طهرت ايران وصارت ايران شيعيه. بعدين كانت ايران الله مقبرته حلو شيخ اسمه يوسف الله يرحمه ياه. والله هنيئا لك، والله العظيم هنيئا لك. تقرون وياي؟ اقرأ اقرأ لي هذا بالايراني. يا موزي باستاني استانيم. ايه مقبره الشيخ اسماعيل الصفوي. شاه اسماعيل الصفوي. ايه. شاه اسماعيل الصفوي. مجموعه جهان اركان بقعه الشيخ صفي الدين. ايه. اردب اللي فوق مكتوب. تمثال ذاك اله. ايه. نقدر نقترب. طبعا هذا الليل انه الساعه بثنتين بالليل مغلق. احنا وصلنا بوقت متاخر بسبب الطياره طبعا. هنيئا لك والله اسماعيل شاه. طبعا توفى عمره 37 سنه بعد ان قاد معركه طاحنه مع العثمانيين النواصب عليهم لعنه الله. لا يسمعون الاتراك ويجون. هنيئا لك اسماعيل شاه الصفوي. هنيئا لك يا من جعلت ايران دوله شيعيه مواليه لاهل البيت عليهم السلام. لك شوف هذا الكلب الاسود سبحان الله. طبعا اسماعيل شاه الصفوي، اسماعيل شاه الصفوي حفر قبر واحد ناصبي طلعه من قبره وخلى بمكانه هذا الكلب الاسود، والناس هسه تزوره عبالهم هذا مقام صاحبهم والمعظم مالتهم، هم يزورون كلب اسود. اعظمتك يا اسماعيل شاه الصفوي وتردون ما احبه. ما شاء الله والله عشتيتك جبتنا هنا. المهم يعني عرفنا الناس، الفيديو صار تقريبا 7 دقائق 8 دقائق. حتى الناس تجي لإيران لازم تزور أردبيل وتزور وتزور اسماعيل شاه الصفوي وهذا الرجل العظيم صاحب فضل على الشيعة. طبعا محقق الكركي بزمنه حقق ما حقق من انجازات. طبعا حتى هسه حلوه والله. هسه الثلج هذا يعني في الشيء رائع. هذا الجامع ما شاء الله كله اكو بناء جيد، اكو بناء اوكي تمام، اكو يعني ايران مهتمه. صور هذا اللهم صل على محمد. الصفوي عندما دخل بغداد وقام بهدم احد قبور النواصب وجعل مكانه كلبا اسود. اللهم صل على محمد. ايش مكتوب هنا؟ الشيخ صفي الدين اسحاق الاردبيلي المتوفى سنة 735 هجرية. هذا جد اسماعيل شاه الصفوي طبعا جده. طبعا الجو بارد وانا اعتذر، راح اقطع الفيديو وتعنينا مسافة بعيدة لكن ما حقق انجاز. اللهم